نقترب من بداية هذا الشوط والمقدمة والصدارة. الشوط تأتي مهمة لتنتزع المركز الأول، وخصصت لهذه المهمة بأن تكون على مقدمة الشوط. تعود الملكية لهجن العاصفة، بينما في عملية التضمير والتدريب يأتي غياث الهلالي. إثارة في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة، هناك التضمير والتدريب يأتي المضمر غياث الهلالي من يتابع كذلك هذه الانطلاقة في ثاني المراكز. أما المركز الثالث فوصلت من خلال الكبسولة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. عملية التضمير والتدريب يأتي المضمر الصادق فضل الأمين في متابعتها من خلال وجودها في أرضية الميدان وفي مسار الشوط. المركز الرابع وصلت الآن جبارة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، ويأتي المضمر والمتابع أحمد بن حميد اليديلي متابعا لها ومراقبا ومرافقا لها في الحل والترحال. أما المركز الخامس فوصلت من خلاله هيلمان. تعود الملكية لهجن العاصفة وعملية التضمير في المتابعة غياث الهلالي. أما المركز السادس الآن وصلت مراسيل لهجن العاصفة، مراسيل لهجن العاصفة، بينما في التضمير بينما في الأداء من خلال المشاركة غياث الهلالي الآن على المركز السادس. وننتقل مباشرة إلى شواهين من تحتل المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بن عرطي الحميري على المركز السابع. أما المركز الثامن فوصلت الكايدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر سيف بن أحمد بن خريدة. المركز التاسع وصولا من قبل الطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في التضمير. بينما المركز العاشر هناك تتواجد القادمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويأتي المضمر عتيج بن سالم بالعرط الحميري هو من يتابعها في عملية التضمير. شوط يحمل 20 اسما مشاهدين الكرام في هذه المشاركات. نعود إلى البداية ونعود إلى تحدي الشوط والمراكز الأولى، عودة إلى البداية وعودة إلى شعار العاصفة حيث تتقدم إثارة لتقدم لنا إثارة ومستوى عريق وكبير في مستوى هذا الشوط. ها هي إثارة أمامكم لهجن العاصفة وبقيادة المضمر غياث الهلالي. يا سلام يا غياث، 8 نقاط في هذا المساء وأشواط متتالية وتحدي وتقدم أكيد بلا شك مع شعار هجن العاصفة ليطمن كل الجماهير بأن المستوى في ارتفاع وأن المستوى قادم بلا شك في هذا الموسم. بالتوفيق لكل الشعارات العملاقة. المركز الثاني ننتقل إلى مهمة من تحتل المركز الثاني والملكية هجن العاصفة التضمير. هناك يتابع غياث الهلالي وهيلمان تنضم إلى الثلاثية، بالإضافة أو المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. هذه الكبسولة بينما الكبسولة من أحد الأسماء القديمة العملاقة التي صالت وجالت في ميادين السباق لصغر حجمها ولكبر أدائها في أرضية الميدان. هنا في التضمير الصادق فضل الأمين. أما المركز الرابع المركز الخامس هناك تتواجد هيلمان، تتواجد مراسيل، والثنتين الملكية لشعار هجن العاصفة. بينما في التضمير يأتي المضمر غياث الهلالي حيث يقدم لنا هذا الموسم الكثير من التحديات والكثير من الأسماء، وكيد يتحمل المسؤولية الكبرى على عاتقه بحيث وجود شعار هجن العاصفة من خلال متابعته له في عملية التضمير. والإنجازات بلا شك مطلوبة يا غياث يا الهلالي. بينما نتابع المركز السادس هذه جبارة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، يأتي مع المضمر أحمد بن حميد اليديلي يتابع في هذه الانطلاقة المركز السادس. مشاهدين الأعزاء، والمركز السابع وصلت شواهين في المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير عملية التدريب يأتي المضمر مسري بن سالم بن العرطي الحميري هناك في هذه المتابعة. أما المركز
الثامن ننتقل للكايدس مشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سيف بن احمد بن خريده المركز التاسع. وصلت الان الطياره لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن عبيد الحميري، الا ان المركز الثامن الا ان المركز التاسع والثامن ينخطف من قبل خوف. خوف واصله لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان، عمليه تضميره وتدريبه ياتي المضمر الجنتلمان احمد بن غلبان بالصايغ المزروعي، والقادمه تحتل المركز العاشر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرطي في عمليه التضميره والتدريب. ها هي النتيجه ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الاعزاء، هذه اسماءنا المنطلقه، هذه الاسماء التي بحثت عن طريق الناموس، بحثت عن طريق المتابعه الشيقه. ولكن المركز الاول، لكن المركز الاول اعود الى البدايه يا الحفل الكريم وشعار هجن العاصفه. هذه مشاهدينا الاعزاء الانطلاقات بين مهمه وبين اثاره، بين مهمه وبين اثاره، ومن تحمل المهمه ومن تحمل الاثاره، والكل حاضر بين الاثاره والمهمه. المهمه بلا شك هناك مع الالف ومئتين، المهمه هنا مهمه اثاره هجن العاصفه على المركز الاول والثاني المضمر غياث الهلال. المركز الثالث تتواجد الكبسولة لسمو الشيخ محمد بن رياض بن سيف النيان، جهز حالك يا الصادق، روح الصادق فضل الأمين في عملية التضمير. بينما هناك هيلمان وكذلك مراسيل لهجن العاصفة المضمر والمتابع، ياتي غياث الهلالي برباعية لمستوى هذا الشوط، برباعية خطيرة، برباعية مثيرة تحمل شعار هجن العاصفة. ما شاء الله تبارك الله، أداء مميز، أداء جميل، يحمل دائما كل التحديات، يحمل كل الانطلاقات القوية، يحمل تحديات هذا الشوط. الله، مهمة 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 هناك على المركز الأول، تحمل الرقم واحد لتنجز مهمة هذا الشوط بالفوز وبالناموس والانتصار. مهمة على المركز الأول بقيادة المضمر غياث الهلالي. لكن شوف المركز الثاني، إثارة إثارة إثارة، تحمل العديد من الإثارة، بالإضافة إلى مراسيل، مراسيل يا أهل الهوى، مراسيل، مراسيل انطلقت، مراسيل تقدمت في المركز الثاني لهجن العاصفة. بدأ الآن الضغط يزيد على مهمة، إلا أن مراسيل متحركة، مراسيل في هذا الشوط الأصيل. هنا مراسيل في المركز الثاني، ومهمة لا زالت على المركز الأول، محقق الفوز، محقق الانتصار في هذا الشوط المميز الأصيل والجميل. تهانينا والناموس لهجن العاصفة. المركز الثاني هيلمان لهجن العاصفة، المركز الثالث مراسيل لهجن العاصفة، المركز الرابع إثارة لهجن العاصفة، وخامسا تأتي الكبسولة لسمو الشيخ محمد بن رياض بن سيف آل نهيان. هي من حلت في المركز الثالث أو الخامس، هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء. من خلال الانطلاقات والتواصل، العودة إلى التوقيت الزمني هجن العاصفة، وهنا المركز الأول، حيث هنا بدأت مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقة. هيلمان 9:36، 3 أجزاء من الثانية لهجن العاصفة في المركز الأول، بينما المركز الثاني أيضا هجن العاصفة ناخذ ثاني المراكز ب9 دقائق، شوف توقيت الزمني 36 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أما المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة، فكانت مراسيل بهذه المتابعة القوية والأداء المميز مع مراسيل ومع المضمر غياث الهلالي. 9:36، 7 أجزاء من الثانية. ما شاء الله تبارك الله، أداء جميل وأداء مميز، حمل الإثارة وحمل تحديات هذا الشوط مشاهدينا في انطلاقات هذا المساء الجميل. هكذا مشاهدينا.